هل أثرت حملة التضليل ضد السوسيال السويدي على ثقة المهاجرين المقيمين بالسويد؟ الجواب بيجي من السلطات السويدية، وذلك عن طريق تقرير عرضه التلفزيون السويدي يلي بيقول إنه حملة التضليل لا زالت تؤثر على ثقة المهاجرين بالسوسيال السويدي. عرض التلفزيون السويدي تقرير عن انعكاس المعلومات المضللة عن السوسيال السويدي في أنه يخطف الأطفال من عوائلهم، مما أدى لانتشار الخوف بين المهاجرين الجدد في السويد. وهذا الخوف انعكس في اتجاهين: الأول عدم الثقة في مؤسسة السوسيال والسلطات السويدية، والمشكلة الأخرى أنه الأباء أصبحوا يتجنبوا قول لا لأطفالهم، مما يساعد على انحراف أبنائهم وزيادة الجريمة. التلفزيون السويدي التقى مع بعض أولياء المهاجرين يلي وصلوا للسويد حديثا، ومنهم امرأة اسمها فاطمة يلي بتقول للتلفزيون السويدي عند وصولي للسويد أخبرها من حولها أنه الخدمات الاجتماعية السوسيال يمكن أن تأخذ أطفالك بأي ثمن. بتقول فاطمة: قالوا لي أنه سحب السوسيال لطفلك هو بمثابة موت لطفلك. كذلك الأمر التلفزيون السويدي ومن خلال التقرير التقى بالسكرتيرة الاجتماعية نيلي تيمبوم، واللي قالت إنه نرى الخوف في كلام وعيون الأمهات في منطقة باريخون بيوتوبوري، وهي واحدة من أكبر مناطق مدينة يوتوبوري غرب السويد، والتي يعيش فيها عدد كبير من الأصول المهاجرة وينتشر فيها معلومات مضللة عن السوسيال السويدي. وتقول نيلي: يبدو من الواضح بشكل كامل انعدام الثقة اتجاه الخدمات الاجتماعية السوسيال. في اجتماعاتنا مع الأمهات كانت الأمهات تسألنا: هناك عواقب من السوسيال إذا قلنا لا لأطفالنا؟ يعني الخوف مسيطر على العوائل بباريخون. وتؤكد نيلي إن من حقهم أن يقولوا لا لأطفالهم، من حقهم تربية وتوجيه أطفالهم، هذا جيد تماما. فالخدمات الاجتماعية السوسيال تشعر بالقلق إذا لم يضع الآباء حدودا لأطفالهم، ويجب على الأباء قول لا لأطفالهم ووضع حد لتصرف الأبناء الخاطئة. إذا لم يضع الأباء حدود لأطفالهم فقد تزداد الجريمة ويزداد عدد الأطفال الذي يتم تجنيدهم في العصابات. كما وأضافت نيلي أن حملة التضليل بالمعلومات المضللة ضد السوسيال تولد الجريمة وتقطع فرص الأباء في حماية أبنائهم منها، كما أن الأباء يخافون من التواصل مع السوسيال لمساعدتهم عندما يجدون أن أبنائهم بدأوا بالانحراف تجاه الجريمة، حيث يخشى الكثيرون أن تتدخل الخدمات الاجتماعية إذا تحدثوا، وهو الخوف الذي تعزز خلال ما يسمى بحملة التضليل وخطف أطفال المهاجرين المسلمين في السويد. شو رأيكم بهذا التقرير يلي عرضه التلفزيون السويدي بعد ما قابل بعض الأمهات بمنطقة باريخون بمدينة يوتيوبوري؟ بالتعليقات يا جماعة الخير.